أعزائي متابعي طقس العرب أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة بأحوال الطقس خلال ما تبقى من شهر يناير الحالي في منطقة الوطن العربي. في البداية يتوقع أن تتأثر أو أن تندفع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة من شمال القارة الأوروبية إلى وسط البحر الأبيض المتوسط خلال نهاية هذا الأسبوع أو خلال منتصف شهر يناير. هذا الاندفاع سيعمل إن شاء الله على تكون منخفض جوي سيطال تأثيره كل من إيطاليا واليونان وأيضا بعض الدول العربية مثل تونس والجزائر وليبيا، ما سيعمل على هطول الأمطار طال انتظارها في هذه المناطق، إضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية خاصة تلك الواقعة في شمال غرب تونس وأيضا شرق ووسط الجزائر إن شاء الله. في حين يتوقع أن تتغير هذه المنظومة الجوية خلال نهايات شهر يناير الحالي أو بالأحرى خلال 10 أيام الأخيرة من هذا الشهر، حيث يتوقع أن يسيطر مرتفع جوي على أغلب مناطق غرب القارة الأوروبية، ما سيعمل إن شاء الله على تهيئ الفرص لاندفاع كتل هوائية قطبية شديدة البرودة نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي تعود فرصة تأثر المنطقة بما في ذلك المملكة بمنظومات جوية أو فعاليات شتوية منخفضات جوية إن شاء الله. وهذا الأمر إن شاء الله سيعمل على الأمور التالية: انخفاض واضح على درجات الحرارة خلال فترات من 10 أيام أخيرة من شهر يناير، أيضا إن شاء الله سيعمل على تجدد فرص الأمطار وربما الثلوج على المرتفعات الجبلية في المنطقة. أيضا مثل هذه الأحوال الجوية تترافق عادة مع تشكل الانجماد والصقيع في حال نجحت إن شاء الله بالوصول إلى المنطقة، وأيضا مثل هذه الحالات تكون مسبوقة عادة برياح قوية وموجات غبار خاصة إذا مرت المنظومة الجوية فوق الصحاري في ليبيا ومصر. إن شاء الله سنقوم بإعطائكم مزيد من المعلومات حول هذه الفعاليات الجوية خلال الفترة القادمة. قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية لتكونوا على علم بآخر التحديثات أولا بأول. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.